حاتم ابو النور ده زميلي صحفي في جريدة الوطن، اب لاسره، عنده طفلين، عنده احمد وجنة لسه مولودين من شهور قليله جدا، كان بيشتغل معايا في هذا البرنامج. حاتم اتقبض عليه منذ ما يزيد عن شهرين، وكنت حريص الا اتحدث عنه، في حاجات كده بتستشعر فيها الحرج وبتحترم الاخرين. حاتم امبارح او النهارده صدر ضده حكم بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ في محكمة عسكرية. حاتم اقول لكم جزء من شخصيته وبعدين اقول لكم الحكاية. حاتم شخص شديد الخجل، شديد الادب الى حد يضايقك يا سيدي، ما بلاش الادب الزيادة ده، محبوب من الجميع، بيحلم وهو نايم بالنجاح، مستعد يعمل اي حاجة في الدنيا تنجحه وتخليه متميز، عايز يحافظ على اكل عيشه. العيشة صعبة، والمواطن المصري في جزء كده من الفهلوة والتحايل على صعوبة الحياة، جزء من الفهلوة والتحايل احيانا انك قد تخطئ وقد تقع تحت طائلة القانون، وانت كل قصدك وهدفك انك تنجح في شغلك عشان تحافظ عليك، لان لديك احساس انك ممكن تمشي في اي وقت، ومتجوز وعندك اولاد وحاجات كده. حاتم غلط. شوفوا البدايه، في احيانا اقول لك في حد مظلوم. حاتم غلط. حاتم انتحل صفه مدير مكتب او عسكري في مكتب، الرجل الصعيدي المحترم الفريق صدقي صبحي رئيس اركان القوات المسلحه. وبقى يتصل بمصادر بهذه الصفة في محاولة للحصول على معلومات أو تسهيل تحديد مواعيد لإجراء حوارات. جريمة لا أكابر لثانية. خلوني أقول جريمة فيتحكم مدني أو عسكري، مش ده الموضوع، علشان أنا دلوقتي يهمني حاتم، مش ده القضية، ده موضوع في لجنة الدستور، لجنة الخمسين، وخلينا نشوف هيوصلوا لإيه، وساعتها هنقول موقفنا وهنقول إحنا هننحاز لإيه، وإحنا انحيازنا للبشر، لهذا الشعب طول الوقت، وكل ما يخدم هذا الشعب ويحافظ على حريته. حاتم غلط اهو من الاخر. سيد الفريق اول عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد الفريق صدقي صبحي رئيس اركان القوات المسلحة، ابنكم ده اهو غلطان، بس لا دمر البلد ولا بلغ عن حد ولا انضم الجماعة محظورة ولا شال مولوتوف ولا عمل حاجة، كانت نواياه طيبة، كانت نواياه انه ينجح في شغله فغلط وتشد ودنه، ومحبوس بقاله اكتر من شهرين ونص عن عياله اللي لسه مولودين. انا قبل ما اسمع مراته السيدة وسام عبد الصمد اناشد فيكم كل شيء جميل، كما أنتم رمز للرجولة والنخوة والشرف والكرامة العسكرية وكل شيء، أنتم اللي بتصدقوا على الحكم، نظرة رحمة ورأفة وإنسانية لزميل صحفي. احنا ما بندورش على ان احنا نعلي صوتنا ونعمل احتشاد زمايله اللي زعلانين عليه، ونقف ونرجوكم وننادي عليكم ونقول لكم، احنا بنقول لكم نرجوكم، هذا الرجل اخطأ، عدوه الى اهله، خليه يرجع لعياله، الدرس ده هيأثر على كل حاجة وعلى مستقبله المهني، وهيراجع نفسه الف مرة وهو حسن النوايا في ارتكاب الخطأ الذي لا نقر عليه، هذا خطأ وهذا اسلوب خاطئ وفي العسكرية جريمة ونحن نعترف، ولكن طبطبة منكم، شدته ودن طبطبة، وانتم اباء. سيدة وسام عبد الصمد، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك استاذ خيري. اهلا بيكي. الحقيقه مفيش كلام يتقال بعد كلام حضرتك قلته، يعني انا عايز اعرف اخر تواصل تم بينك وبين زميلي حاتم امتى؟ انا رحت زورته مره. نعم. وهو النهارده كلمني من تليفون الحرس وقال لي الحكم.
يعني انت ما كنتش تعرف ان في محاكمه ما توفرلوش محامي حضر معاه؟ لا في يا فندم، في طبعا معايا المحامين ومحامين بيكلموني وكل حاجه. قال لك انه بيلقى معامله طيبه في محبسه؟ ما اتكلمناش بكده يعني، ما اتكلمناش في معاملته هناك ازاي قد ما اتكلمنا في الموضوع. هو صحفي بيعمل شغله زي ما حضرتك قلت، في تجاوز ما ننكرش، في خطا، لكن زي ما بنقول العفو من صفه الكرام من يعني، من شيم الكرام. نعم. فيعني ما تخيلتش ان الحكم يكون كده، لان حتى لو في ادله على حاتم فمعروف ان ده راجل صحفي كان بيعمل شغله، تجاوز في جمع المعلومه واخطا، ما اختلفناش على كده. فقلت يعني ان العقوبه هتكون على قد الخطا اللي ارتكبه. اخر مره شاف اولاده كان عمرهم كام شهر؟ كان عمرهم 3 شهور. 3 شهور. تحياتنا لحاتم، انا مش هقدر اقول اكتر من اللي اتقال، انا كنت بسمعكم بس صوت مراته. عندي امل كبير ان الفريق اول عبد الفتاح السيسي والفريق صدقي صبحي ان يشمل حاتم برفق وعلى دماغنا، ومش هننساها لكم، انتوا معانا طول الوقت.